رعد بقى كان شخصيته ضعيفة جدا، وكان في كلب كسره اللي هو جاك. جاك كان مدمر شخصية رعد من ساعة طبعا رعد معاه بدأ ان هو يستقل بنفسه زي ما احنا شايفين كده، بدأ يتفتح وان هو يلف ويجري كده ويتنطط ويلعب وعايز يقضي اليوم كده هزار ولعب. تمام. طبعا بعد ما كان جاي كان كنا شايفينه في الاول خالص دايما زعلان. رعد اقعد، شاطر، انزل تحت تحت، يلا تحت، انزل وريني تحت، شاطي جدع رعد، اطلع فوق اطلع فوق، يلا فوق، ها شاطي، سلم سلم، ايوه كده، خد جدع، انزل تحت، برافو، يلا اطلع فوق، قوم يلا، شاطر، سلم سلم، حط رجلك على رجلي، يلا ها اقعد، يلا سلم، اقعد سلم، شاطي، سلم يلا، برافو، تعال تعال، شاطي، سلم 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 سلم، يلا تعال سلم، مش كاسي، اللي مفرحني بقى يا جماعه في نظام الاكل الجديد هو ارجوس. ارجوس طبعا بدا يظهر تاني بعد ما كان هيخس مننا، فالحمد لله. طبعا مع الاكل والنظام الجديد بدا زي ما احنا شايفين ان هو جسمه يتعدل ويتظبط تاني. وفي الفتره الاخيره دي شكل الكلاب بدا ان هو يتغير في الفيديوهات اللي احنا بنصورها، يعني بعد ما كانت الكلاب خاسه، وده طبعا ضرورة، احنا كنا كلنا في ظروف، كل الناس اللي بتربي كلاب في ظروف وحشة خالص الفترة اللي فاتت دي، لكن الحمد لله مع الأفكار الجديدة اللي احنا عملناها وتغيير نظام الأكل والوجبات والحاجات دي كلها، الحمد لله جاب معانا نتيجة كويسة والكلاب بدأت تتغير وتتحسن بالشكل ده. جوليا بقى من الكلاب اللي كانت مجنونة جدا زي ما انتوا شايفين، كانت بتعمل حاجات غريبة كده وبتتنطط ومهيبرة في الشراسة، الحمد لله جميلة جدا جدا جدا، يعني عدت مراحل معانا كويسة خالص. في الطاعة بدأنا ان احنا نسيبها وقف ليش ونمشي بيها، وبدأت تاخد الأوامر معانا باقتناع، يا رب بس اللي هيستلمها مننا يتم متابع معاها بنفس الحاجات دي، لأن دي كلبة تستحق المتابعة وتستحق اللي يركز معاها شوية. لا تعال.
خش بقى على سيمبا ودوخنا جدا في امر سلم عشان نقول له تشيكهاندي طبعا مفيش عنده خالص. اقعد فهمها مننا الحمد لله. وجه عند تشيكهاند مش عارف ينفذها. يلا كده نكمل معاه امر تشيكهاند لحد سيمبا ما يفهم خالص. واحلى مسا على اخويا وحبيبي احمد الونش بمسى عليه في الفيديو ده. على هنا كده هدهد يا جماعة تأهيل مش تدريب، لكن الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة كويسة في الفهم. الشراسة عنده لسه سنه بيحكم عليها، يعني سنه اللي بيحكم، بس هو طبعا بدأ يقتنع ان في مهاجم يقدر ان هو يقوم يهوى عليه والحاجات دي كلها، وعارف ان صوت الكرباج ممكن يشتغل عليه، وعارف ان اي حد داخله عدو ليه والحاجات دي كلها. ودي كانت حاجة مهمة بالنسبة لجرو صغير. بالنسبة للطاعة الحمد لله وصلنا لمرحلة كويسة فيها. تعالوا دلوقتي كده نشوف هدهد ودونا رأيكم برضو في الكومنتات. كلبش من الكلاب الصعبة جدا في الفهم، مخه تخين، طاعة وشراسة. في الطاعة ممل شوية بصراحة، يعني في الشراسة أنا كنت متوقع إن هو هيكون غير كده، لكن في الشراسة صعب شوية، بس الحمد لله
وانتوا عارفين ان ربنا بيقف معانا في الحاجات دي وما فيش حاجه بتستعصى علينا. تعالوا دلوقتي نشتغل معاه، لان انا واخده دنجا دنجا. انتوا عارفين يعني ايه دنجا دنجا؟ يعني الموضوع واحده واحده. كلب زي ده ما بيفهمش حاجه خالص، لازم تنتظر عليه وتكون صابر عليه وتطول بالك عليه شويه. هو لازم تكون تقف تاكل وانت بتقصي طبعا. في الاول عانينا معاه بسبب الحركه دي، ان هو ياخد الاكل ويروح ياكل بعيد. دلوقتي هو بيقوم يقف بس كويس الحمد لله. سلم، برافو، ايوه كده. انا عايزك تاكل على النظام ده. سلم، شاطر تاني. كلبش تعالى هنا. سلم، لا وفي سلام كده ده التحيه دي. اقعد سلم، شاطي سلم، جاد. يلا نعملها تاني من اول جديد. ست شكال 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 جاد. God.